وهو مهم لتجاوز الكثير من التعميمات التي تسهم تناول العلاقة بين الغرب وبين الإسلام أو بين عالم المسلمين، وهي تعميمات في الاتجاهين من المجال الغربي إلى عالم المسلمين وإلى الإسلام ومن الاتجاه المقابل كذلك. وقد نهينا عن هذا النوع من التعميم على قاعدة القرآنية الشهيرة أن ليسوا سواء. ما أحب أن أقوله بإيجاز من خلال هذه الكلمات هو حديث عن طبيعة الهوية الحضارية في الغرب، وخاصة الهوية الحضارية الأوروبية باعتبارها النواة الأساس في هذه المنظومة الحضارية الغربية عموما التي تشمل أوروبا وأمريكا وغيرهما، واستحقاقات هذه الهوية وتحدياتها في التعامل مع الإسلام ومع المسلمين. ينبغي الاعتراف أن هنالك اليوم أصواتا أوروبية كثيرة تتسم بقدر كبير من الرشد والحكمة، تدعو إلى نمط من الهوية المفتوحة، من الهوية الغربية ومن الهوية الأوروبية المفتوحة على سياق متعدد، تغتني بالروافد الثقافية والفكرية والمجتمعية المتعددة التي تصب في هذه الهوية الحضارية، ومنها الثقافة الإسلامية، أي توسيع النظر إلى دوائر الهوية الثقافية الأوروبية لتشمل كل العناصر التي تكون هذه الهوية، ومنها الإسلام الذي كان كما صدر مكونا أصيلا لهذه الهوية الثقافية الذي لا زال قادرا على أن يبنيها ويثريها من جوانب متعددة. لكن واقع هذه الهوية الأوروبية اليوم، وفي الواقع إن هذا الواقع نحن نراه لأول مرة في تاريخ هذه الهوية الثقافية الأوروبية، واقع يتجه إلى الانكفاء على الذات بدل الانفتاح، بل بدل التبشير الذي كان يسم هذه الهوية الثقافية التي كانت تبشر بنفسها دائما ومن خلال فكر النهضة والليسانس والتنوير وغير ذلك. هذه الهوية الآن مع الأسف تخوض امتحان الانكفاء والانغلاق على الذات والاتجاه إلى بناء الأسوار العالية حول هذا المجال الأوروبي. طبعا الدافع إلى ذلك وأزمات اقتصادية.